أكثر وأشد الضغوط الإقليمية والدولية قوة من أجل إقناعه بالتنحي عن السلطة، التنحي الفوري وليس تسليم السلطة أو نقلها إلى نائبه فقط. ولكن أعود مرة أخرى وأقول أنه إذا صحت هذه الأنباء التي وردت قبل قليل، فإنه لابد أن يكون هناك حراكا واسعا سياسيا وقبليا وعسكريا داخل اليمن، وبدعم إقليمي وخصوصا من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأقرب وقت ممكن، والبدء في اتخاذ الخطوة الضرورية لضمان أمن واستقرار البلاد من خلال التنظيم لانتخابات نيابية ورئاسية قادمة. يعني لا اتصور ان البلد ستنهار في حال رحيل الرئيس علي عبد الله صالح. ما اتوقع هو انه اذا اصيب الرئيس فقط ولم واستعاد عافيته، اتوقع مزيد من الصعوبات ومزيد من القلاقل والمشاكل. اشكرك جزيلا حتى الساعه الزميل انور العنسي، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. الآن أنتقل بكم إلى فاصل قصير مشاهدينا، ثم تتابع معكم الزميل